جديد جديد في نهار جديد كنتمنى لكم كاملين الجمع بالصحة والعافية، تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، نهار جديد إن شاء الله. هذا الفيديو غادي يكون سبيشال، أنا متأكد غادي يعجبكم. اليوم غادي بلا كثرة الهضرة والمقدمة، إن شاء الله اليوم غادي نمشي نصور لكم أول أكبر مدينة طبية في المغرب وإفريقيا، أكبر مستشفى في المغرب وإفريقيا إن شاء الله. دابا باقي في طور البناء، غادي نصور لكم فين كاين وبلانات كاملين عليه ان شاء الله، اللي غادي نعرف دوك لي زانفورماسيون اللي غادي نعرفهم ونبارطاجيهم معاكم. قبل ما نكملوا لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، بارطاجيو الفيديو للماكسيموم، تابوناو دابا عاد كملوا. يلاه ليتس جو، يلاه ياو جايز. كما كتشوفوا هاد البلاصه كامله خوتي، السباس كامل وتما طلع ودور، حنا ندورو معاه كامله. وتشوف هادي كامله تبني فيها المدينه الطبيه، ماشي غير سبيطار، مدينه طبيه. وهادشي غادي نقراوه كاملين وتشوف باش عارف، وراه ما كنكذبش عليكم. وغادي يتبنى اكبر مستشفى في هاد المدينه الطبيه، اكبر مستشفى في افريقيا كامله، ماشي في المغرب. سوق على داكشي اللي كيتبنى وقلايل البدايه ديال المستشفى ديال السبيطار. دابا غادي ندور عليكم، ندور شو انا منين غادي ندور ونطلع باش نمشي نصور عليكم. سوت ابوناو في القناه ديما نصور لكم شي حاجه جديده وشي حاجه زوينه، تتابعوني خوتي. شوفوا التباره بداو كيتبنا، ها انتم شوفوا شعره باقي طالع، الشعله طالعه نوريكم. طلعت الشعله طالعه، الشعله طالعه. شو دابا راه مازال نزيد نطلع، انا ركت لتحت ليه والحراره على قبل باش نصور لكم هذا الفيديو. مازال انا طالع تلش، نزيد نطلع شويه باش ندور لكم. انتي باش تعرفوا راه باقي في طور بناء المدينه الطبيه، راه باقي هادشي كامل يتبنى، هادشي كامل تبارك الله. راهي جات اون فاس مع ايكيا، البارو ديال ايكيا تما كاينه لوطوروت. لا بغيتي الدور الرباط ولا تمشي لكازا ليه، حيت دابا ايكيا محسوبه على هاد الجهه، محسوبه على عماله المحمديه، باش تعرفوا هاد المعلومه اللي ما عارفهاش. ها معايا غادي ندور وغادي نصور عليكم كامل. دابا هاد السباس كامل غيكون مدينه طبيه، هانتوما خوتي. هاد الشارع كامل محسوب على هاد الارض اللي تكون فيها المدينه الطبيه تبارك الله. وهنا راه قدامها اونفاس ايكيا، قطع بيناتهم الشانطي تما ماكدونالد، وحدا ماكدونالد يكون مول، زناته مول ديال هاد المدينه المستقبليه. سواء هنا تكون مدينه طبيه كبيره، اكبر مستشفى في افريقيا. ياو جايز، هانتوما باش ما تقولوش نكذب عليكم ولا شي حاجه، راه هاد المدينه الطبيه اكبر مستشفى في افريقيا، راه يكون شراكه بين الالماني والسعودي. هانتوما شوف قرا مدينه البيتراجي الطبيه، يلا دي مدينه طبيه غتكون هنا، ماشي سبيطار. السبيطار بوحدو، هانت سعودي سودي جيرمان هوسبيتال كما كتقراو ليه. هانتوما كما كتشوفو، شو هاديك ما عرفتش كيفاش نقرب لك، كاين الشوك اخوتي ملابس صنداله. المهم كما كتشوفو تما داك هو التصميم، تبارك الله تكون مدينه كبيره. انا هادشي كنشوفو اون فاس قدام عيني، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. راه تبارك الله راه تكون شي حاجه كبيره وواعره بزاف، وتشرف بالمغرب وافريقيا. شوف تبارك الله، شوف تبارك الله الداخل، راه واحد البقعه يديروها مدينه طبيه تبارك الله. كما كتشوفوا هذوك هما داير لكم الصور هنايا مع البانو كبير، باتيرجي ميديكال سيتي، يعني البتر تاع المستشفى السعودي الالماني، المستشفى السعودي الالماني. وقال يسميوه المستشفى السعودي الالماني، ما قالش ما عرفتش بالضبط شنو يسميوه، ولكن هذه هي السميه اللي دايرين هنا. راه المخطط بلا تبقاو معايا كما كتشوفوا تبارك الله، قداش تكون هذه البلاصه تكون شي حاجه واعره بزاف. وجات اون فاس مع ماكدونالد وايكيا وديك الزناته مور، راهو كيتبنى تا هو، تنصور لكم عليه فيديو بوحدو ان شاء الله منين يقرب، منين يقرب. سو فوالا،
غايز كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم من هذه البلاصه، درتها لكم كامله. وشفتوا هذيك الطريفه اللي وقعت لي مع دوك جوج بقرات، الحمد لله خرجوا من الشانطي. كنتمنى يكون هذا لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. قبل ما تمشيو تابوناو في القناه، ديروا لايك لا فيديو، بارطاجيو لهم ماكسيموم اللي عجبكم. مازال جديد وهادشي خير شويه، غنبداو الرحله ديالنا ان شاء الله. السفر حول المغرب مدينه مدينه، غنكتشفوا كامله ان شاء الله المغرب كامل. سو شدوا بلاصتكم، يلا ليتس جو، باي باي جايز.